رباب مرحبا. مرحبا محمد، شحالك؟ الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله صحتك بخير. خليت مريضه شويه، خير شوي. قعدت سمعت كلامكم، عملتهم الكل زيت ودرا شنو، وبعديك قلت لي ما عادش فيا، لازمني نشوف طبيب. هو ما عندكش حل في حلقه كيما اليوم، حلقه ساخنه، حلقه ناريه، حلقه بين زوز كوادر اكاديميه، كل واحد من مجال، كل واحد براي، كل واحد بفكره. اكيد اسئله حارقه ونقاط ومواضيع شيقه مش تكون حاضره في برنامج هنا تونس المناظره لهذا اليوم. اكيد جدا. دونك من محمد نحكيه من 2011 لليوم، عرفت بلادنا نقاشات قانونيه ودستوريه مستفيضه برزوا فيها عديد الوجوه من الاساتذه والباحثين في كليات الحقوق والعلوم القانونية. من بين الشخصيات اللي برزت بشكل لافت في العشرية الماضية نذكر الأستاذ قيس سعيد اللي نجح في أنه يوصل لسدة الحكم في قصر قرطاج بعد عقود قضاها في تدريس القانون الدستوري في مدارج وقاعات الجامعة التونسية. ظهيرة قيس سعيد اللاعب السياسي الجديد اللي قلب المعادلة خاصة بعد التدابير الاستثنائية ليلة 25 جويلية 2021، خليت برشا مراقبين يتسائلوا على الدور اللي لعبوه أساتذة القانون في النقاش العام المسار الديمقراطي في تونس بعد الثورة، كما خليت برشا يتسائلوا زادة علاش اليوم أساتذة القانون مختلفين في القراءات والمواقف تجاه قرارات قيس سعيد، بين اللي يعتبرها محمد دستورية وضرورية لإنقاذ الدولة، تصحيح المسار، تخليص البلاد من منظومة سياسية فاسدة عبثت بالشعب، وبين اللي يعتبر أنها انقلاب خطير واضح المعالم من منطلق قانوني صرف لا يقبل الطحن، انطلاقا بطبيعة الحال من الأمانة العلمية والمعرفية لأهل الاختصاص. في الأثناء برشا مهتمين بالشأن العام يتسألوا هل أنه إغراق البلاد في النقاشات القانونية أفسد النقاش العام وأضر بالانتقال الديمقراطي وحول تونس إلى مختبر في القانون الدستوري والمسائل التشريعية التقنية الضيقة؟ هل أنه الاختلاف في التأويلات القانونية والدستورية أمر طبيعي، أم أنه فما أساتذة قانون تحولوا إلى فقهاء لدى السلطان وخبراء في خدمة السلطة الحاكمة كما كان الأمر في عهد زين عابدين بن علي على وجه الخصوص؟ هل كل مواقف أساتذة القانون علمية بحتة أم أنها بعضها سياسي أو حتى سياسوي؟ في برنامج هنا تونس المناظرة اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 باش نحكيو على كل هذا وأكثر، ومش نحاولوا نبحثوا على إجابات على برشا أسئلة حارقة وملتبسة خاصة تشغل بال التوانسة أو ماهيش واضحة عندهم. زعما اللي يعيشوا فيه من 25 جويلية 2021 لليوم ينجم يوصل لتصحيح مسار الثورة، أم أنه مجرد خدعة استعملها الرئيس سعيد للاستحواذ على كل السلطات لتحويل وجهة الدولة ومؤسساتها نحو مشروعه السياسي اللي يسميه التأسيس الجديد القائم على الديمقراطية القاعدية؟ هل فعلا مشروع قيس سعيد هو مشروع بناء أم هو مشروع هدم وتدمير لما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية وثورة الحرية والكرامة؟ هل فكرة التأسيس الجديد تحين موضوعيا على خطيئة أصلية في مرحلة التأسيس الأول أي في 2011 عشناها مع هيئة عياض بن عاشور اللي هو في الأصل أستاذ قانون؟ زعما حصر مشاكل تونس في الدستور وفي الإصلاحات الدستورية والسياسية نجم يؤدي لفتح آفاق جديدة وكتابة تاريخ جديد للتجربة الديمقراطية التونسية، أم أنه ينجم يوصل لنفق مظلم آخر أخطر حتى من اللي عاشوه التوانسة في العشرية السابقة؟ سؤال آخر محمد، هل أنه تونس جديرة بدستور جديد يلبي انتظارات الشعب، أنه أزمتها أعمق من وضعها في زاوية الجدال العقيم حول تغيير الدستور، تنقيح القانون الانتخابي، قانون الأحزاب، الجمعيات، وربما حتى الذهاب في الاستفتاء؟ في المسار هذا الكل زعما شنو موقع الجامعة والجامعيين اللي برشا يعتبروا أنهم أصبحوا في قطاعة مع الشعب وهمومه وحاجيته؟ هذا الكل وبرشا أسئلة محمد باش نحاولوا نجاوبوا عليهم اليوم في هنا تونس المناظرة. ونذكروا زاد كيف السادة المستمعين ينجموا يخليوا الأسئلة نتاعهم وتفاعلاتهم، وبطبيعة الحال آخر الحصة نرزوهم لضيوفنا وهما باش يجاوبوا إن شاء الله. يعطيك صحة رباب، أكيد ترجع لنا في آخر الحصة لتقديم بسطة عن مختلف ردود الفعل، كيفاش تفاعلوا توانسة مع المناظرة لهذا اليوم اللي مش تكون بين زوز أساتذة جامعيين، لكن الفرق وأنه واحد من اختصاص القانون والآخر من اختصاص علم الاجتماع، واحد مساند لمسار ما بعد 25 جويلية ويعتبره تصحيح مسار، يعتبره تصحيح مسار من داخل الدستور في قراءة قانونية، وأكيد النقاشات القانونية مش تكون محور من محاورنا في هذه المناظرة، و
شخص آخر مختلف عن هذه المقاربة يعتبر وأنه من منظور العلم والمعرفة القانونية ما حصل في 25 جويلية إلى اليوم هو انقلاب على الدستور وعلى المسار الديمقراطي. نقاشات ثرية، حلقة ساخنة تنتظر المستمعين، مواجهة فكرية، مواجهة سياسية، مواجهة معرفية بين المودي القسومي ومحمد صغير الزكراوي. نستقبلهم بعد